مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من انا اسكا. طبعا يا جماعه حلقتنا اليوم مختلفه شوي، مش كثير بس شوي، لانه انا ما راح اطبخ اليوم. عندنا يارا وجوانا من مسلسل مدرسة الروابي. للي ما بعرف، المسلسل موجود على نتفليكس، انجاز كثير كبير صار عندنا بالاردن، فشابو لكم صبايا على الانجاز الحلو اللي عملتوه. طبعا يارا كانت دينا بالمسلسل وجوانا كانت رانيا في المسلسل. ايش؟ هاي كاميرتك وهاي كاميرت يارا، بس بتقدروا تشاركوا كاميرات بعض عادي. بنعمل سويتش عادي. فاليوم رح يكون شوي مختلف حلقتنا، لانه انا ما رح اطبخ، انا بس رح اراقب، وبالاخر انا رح ادوق اكلكم وانا رح اقرر مين الاسكى. فعندكم مانع؟ ايش تبي اكثر، ستروبري ولا شوكليت؟ هي حالي انا صراحه بحب الاثنين، يعني اخترت اشي عشان ما اتحيز مع حدا. انا بحب الستروبري وبحب الشوكليت. فاهمة بعمل تيك؟ يس. اوكي ممتاز، عندهم شوية خبرة، يعني ما راح انمغص كثير، ممكن بس شوي بس شوي. وكمان بحب احكي لكم انه بالنص في عندنا اسئلة من الجمهور. جمهوركم ما شاء الله، يعني ما تركوا سؤال ما سألوا لكم. ابدعتوا بالاسئلة صراحة، فانا متحمسة كثير انه نسألكم. وكمان قبل ما نبلش الحلقة بحب احكي الف مبروك للرابح بالحلقة الماضية بالحزيرة تبعتنا. اوكي. وهلا بنقدر نبلش بالسؤال. لازم ولع بعدين كنت احكي الفرن صح؟ انا راح اولع لكم فرن، راح هيك اسهل عليكم. انتوا بلشوا طبخ. يلا تعطي الستروبيري كيك كورونا تمام. طيب انا راح استعمل هذا من القشر عشان بس بدي واحد. بدك تحطي هون. انت تحطي هذا اول؟ يس. احكي عندي تريك مع الكيك، مو منيح كل شيء يكون كثير سموث. اوكي. انا ببلش من السوائل. لو سمحتي جوالي ما تدخلي، ويا رب رح جيت عند هي. حب المسرح بعد؟ طبعا عادي. يارا اللي عم تعمله هذا اول مره بشوفه. بعد ما تحط الكيك اول. بعرف افقس بيضه بايد وحده. لا انا كمان. ريلي؟ لا لا لا، عندي مباراة، عندي مباراة، بدنا نشوف مين رح يعملها احسن. هي عملتهم، حعملها هون عشان. اوكي. الله، طبعا هي مش هيك، انا ما بعرفها. زبطتي زبطتي. جوانا دوري. ما شاء الله تالنت، مش بس تمثيل، مهارات الطبخ. افقسي يا هون. صراحة الفوز لجوانا. اوكي بنات، اجاكم اول سؤال. مبسوطة، انا عم بحب هذا الموضوع. قلت ليش من اول ما كنت اجيب شخصين وانا بس اكون المايك وهيك والاسئلة؟ احنا نعمل الشغل وهم يعمل الشغل، عن جد كنت اتعب. كمان انا اكون اللي بحكي بالاسئلة ولازم اكون. تفضلي. ألما 3-3-0 تسأل أكثر حلقة استمتعت بتصويرها وليش؟ يا الأوبن داي سين بحلقة 3 أو حلقة 5. حلقة 5 أظن أنت استمتعت فيها. إيش صار بحلقة 5؟ أظن حلقة لما رحنا على الرحلة المدرسية. أظن رحلة 5. رحلة حلقة 5. أوكي، وأنت يارا؟ حلقة 3. ايش كان الاوبن داي سين؟ حلوه كانت، كلنا مع بعض والكرو كان عن جد فن. كان في وقتها عن جد اغاني وكنتوا جد بتغنوا كل شيء. لا لما في كثير لقطات ما كنا هذا، كنت هيك على الهواء قلت له. بس ما كنا يعني ما كنا. لا لما وقت ثلاث دقائق لما لا هذا مشهدنا احنا. لما كانوا يحكوا اكشن لا احنا بس يي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 
نفس الإشي كمان بحلقة خمسة إنه كان يحطوا أغاني ولما مرات ومرات ما يحطوا أغاني فحسب. أنا كتير ما أنا ممكن أتشنج بهذا الموقف. شو الوضع يا جماعة؟ كيف شايفين هلا الأمور؟ كلنا بال تابع حالك رغزة. صراحة أنا كثير مبسوطة. هاي ستيب يفضل لي تعمل بالمجنب؟ طيب استني قبل جاكم سؤال. أوكي جوانا دورك. يور تيرن. ما شاء الله جوانا بس
ساعدتني. أي دور كانوا حابات يعملوا لو ما كانوا بدورهم الأصلي؟ حلو هالسؤال. أي دور يعني كنتوا حاسين إنه بالبقى لكم أكتر لو مش دوركم الأصلي؟ والله أنا تحمست أعرف صراحة. أنا كنت يعني بعمل دور أندريا. وفي كاميرا هون. أنتوا أي دور؟ مش أكتر إشي بالبقى لي، بس أكتر إشي بحب يمكن أعمله عشان كتير غير عني. أوكي. نو. نوف؟ نوف. عن جد؟ وأنتي؟ أنا مش عارفة هلا الوقت أصلا تجارب الأداء. عملت دور نوف أصلا. كمان؟ آه. على فكرة دور نوف كان بالبقى لي كمان. لا بس كتير طويلة. جاد؟ يعني تخيلي وقت ال أنت عامل فرور صح؟ تصير بالعكس. أنت عامل فرور. صح وقلبي. سوري ركيم. مش أنا. سياري تخيلي. كان أحسن. كان مضحك. بس أنا باي ذا واي كثير غريب الإشي إنه أنتوا فعلياً بعد ما تعرفت عليهم جد دوركم. يعني جد جوانا بالحقيقة عن جد هيك إنه داون تو ايرث هاي الاجواء نفس اللي بالشو، وريارة نفس الشيء برفوشي وهيك انه مثل لا بتحب الكيات وهالامور. فكثير غريب انه عن جد اقتبستوا الادوار يعني. بتعرفي في كثير ناس بحكوا لي في كثير ناس بحكوا لي انه بتشبه رغدة. سيم صراحة. فشكرا بس أوكي. بس احنا مش ببعض احنا يعني ممكن بس الطول شوي عم بيعمل تشوش بين الشبه. بحب اخبركم شو عم بصير الان. صبايا عم بنجزوا كثير منيح. انا لساتني كثير مبسوطه بالدور اللي انا هلا ماخذيته. شكرا. الان يعني عم بحطوا طحين بالبان تبعهم وماني حاسه حالي مذيعه. ايش يعطوني مايك خليني اعرف احكي. على فكره انا جبت اشياء قبل ما تكملي بنصحك تسمعيني لان جوانا استعجلت. بس في اشياء ما بعرف اذا هو بنحط فعليا جوا الكيك. هدول لا جوا الكيك في زي رازبيري وهي الاشياء. اوكي جوانا بتقدري ترجعي من الصحن؟ لا ما بحب هذول الاشياء اصلا. انا بعمل الشوبي كيك فكثير حلو. هذا بلو بيري وهذا رازبيري وهاي هي ميكست فواكه. جوانا شو رح تعملي ولا شيء؟ رح تحطي فيها شيء؟ هيك بيسك؟ يعني انا يا حافوز او يا حاخسر كثير. انا بقدر احط لك تريكز من فوق. جوانا احكي لهم هيك رايك في اللي خلصتي. ممتاز. ايه جوانا خلصت الان رح نحط كيكتها بالفريزر. كنت احكي حلو نحط كيكتها بالفرن. يلا جوانا شو بتساعديني؟ اوكي بس امسكي البول. مع انهم بتحدوا بعض ولكن طلعوا المساعده. ما شاء الله صحبات حقيقيين. هلا بنغسل بدك احط لك اياها؟ كمان لا بارد جوانا. شو هذا وين تحت في الموضوع؟ ورجعنا لكم. هلا خلصنا رح نطلع الكيكات يبردوا بس شوي وبعدين نبلش نزينهم. او هم بدهم يبلشوا يزينوهم. هلا تفرجوا اكل. جاهز حالها انا رح استنى هون. انا ما دخلت. انتبهي. لا ما انا انتبه. سنة ايه ما شاء الله سنة. هي هاي صح صح الكلام. والله برافو صح. عم بستنى صراحة توقع اشي عشان على السريع نختار مين اذكى. بس جوانا طلعت بتحدي قوي جدا بروفيشنال. اشوف سنة هيو. اوكي دوري. واو والله بيرفكت. وين بنات اجاكم سؤال عبين ما يبردوا كيكاتكم وزينوهم؟ هل مسلسل فتيات الروابي كان السبب الاكبر لشهرتكم؟ يس. السبب الوحيد اي ثينك. بس لا ليه انا مش مشهوره عشان مهندسه معماريه. لا بس جوانا كنت قبل انت على السوشيال. كنت اعمل موديلز. انت تعمل مودلز الساتر تعمل مودلز ما شاء الله. طب تعال ناخذ كمان سؤال بما انه احنا مستنيين ومستنيين ما عم نقول اي شيء مفيد في الهيئه. كيف تغيرت حياتكم بعد الروابي؟ الله بحس كثير بمناطق مختلفه من حياتنا تغير. اوكي يعني بكل اريا من حياتي تغير شيء. اوبسلي كثير ناس حضروا الروابي كثير ناس عرفوا من احنا. حلو. هو بظن بس يعني اكثر شيء بدايه يعني اول ما طلع المسلسل بتذكر وقتها كنت بدبي. المسلسل الاردني يعني انت كمان عندك قصه بلجم بالضبط.
فكنت بدبي فايتة على دبي مول. اوكي اشتري قهوة. فأول ما فتت أنا لابسة إنه سوتان صورات شعري هيك ومش فارقة. فجأة واحد بيجي بحكي لنا بنحبك وهيك. أنا إنه إيش بيك؟ بحكي لي بنحبك وهيك. فأنا دغري عملت له شكراً. سبايدر مان مش متعودة عارف ايش احكي. واو. وكان في اكثر من حدا اجى. فبالاخير انا يعني عشان غريب كان الشعور بتذكر مسكت ايد امي وقلت لها بديش اروح نروح. وبعدين وين استوعبت انه جد غريب؟ كنت ببلجيكا. اوكي. فلما كنت ببلجيكا ماشيه في واحده بتركض حوالي 7 اشخاص. دي اكتريسي غبابي هيك. انا انه حبايبي روان بتعمل ايش ببلجيكا؟ ايش في؟ فبس بس صراحه حلو انه صاروا الناس تعرف اكثر عن الاردن عنا العرب. انه عشان في كثير ناس لهم نظره معينه عن العرب مش حلوه. كثير غريب يعني عن جد. شو شعوركم عن جد وصل للصين انه الناس صارت انه بترجموا عشان يفهموا المسلسل تبعكم؟ لما يوصلني كثير مسجز بعد الاسباني. ايوه. عن انه واو او فرنسي ما بعرف اسباني بفهم امك. واو. انا لما استوعبت مزبوط كنت رايحه اخذ اختي المدرسه. اوكي. هي عمرها 8 سنين بصف ثالث. فانه كلهم بدخل من الجيت زي الخرفان هيك. واو. اوكي. انا مشهوره. انا عرفت الروم. اخر مره باجي باخذ من المدرسه. تذكر مرة كنت بتركيا وكنا في شط مش سياحي يعني بزاوية مخبى وهيك. فعادي فأنا قاعدة على الشط سرحانة بحجرة مش عارفة سرحانة بشي. فبتيجي وحدة ماسكة سيلفي ستيك كلها حاطة تاتوز وهيك. اكسكوز مي ذيس از يو هاي انتي. فأنا بطلع انه هاني هاذي ليانو شو اسمها رقية كثير تحكي لي بصير اتصور معك ماسكه سيلفي ستيك وانا انه ماسكه الحجره. في عالمها. اسمها ستيفاني من فرنسا. هاي ستيفاني. فانا انه ستيفاني الشط حلو ماسكه حجره. طيب انا بحس كلياتكم جاهزين صراحه. خلينا نسالكم سؤال قبل ما تكملوا. هل تتوقعوا النقد اللي جاء؟ هل توقعته؟ سوري ماي عربي بور. هل توقعتوا النقد اللي اجاكم؟ وشو كان شعوركم وقتها؟ هل هو يعني ممكن مش كثير اجاكم نقد يعني اجاكم تحس بس لا في يعني اكيد عندنا اكيد في نقد. انا بحس يعني ما في شيء رح يطلع في الحياه وما رح يكون في عنده نقد. صح. فكل شيء رح يجي له شيء ايجابي وشيء سلبي. صح. بس صراحه يعني اللي كنت جاهزين يعني لهذا الشيء انه كنت جاهز انه يجوا ناس يعرفوا ويحكوا. يعني اكيد الا ما يكون في شيء طبيعي يعني شيء طبيعي انه الواحد يحب شيء او ما يحبه. وانت يا رو نفس الشيء. اي بحس تتوقعي شيء مش منيح بعدين تكوني غلط احسن من داخله على شيء. بس باي ذا واي انا اللي حسيت يعني انا من اللي شفته حسيت كثير ناس دافعوا عن المسلسل اكثر من اللي كانوا عم انه بنتخذوا انه لا وغلط واحنا مش هيك. لانه فعليا المسلسل عن جد كان شيء واقعي الحمد لله. هو اصلا يعني بالاخير كمان هو عالم خيالي عالم الروابي. صح. هو مش مفروض يعني اصلا هو عم يمثل عالم الروابي اللي ابتكروه الروابي الناس اللي كتبوا المسلسل. صح. جوانا عم تعمل شمس زرقاء. صح. عم تكون في عالم خيالي حاليا يا جوانا. الله حلوه ابدعتي عن جد. كذا الايموجي ايموجي الايس كريم شوكولاته احنا قصدنا. اوف والله كيوت. لا كيوت. قلبي بنصحك تمشي وتطلع. احنا رح نتركهم شوي خليهم يتشاوروا مع انفسهم يكملوا البروسس تبعهم ونرجع لكم بعد الزينه العنيفه. فانا بحكي واني قاعده خلينا ناخذ لك سؤال ليارا. حلو. مين اقرب حد لك بالمسلسل؟ بس شخص واحد قدرتنا لك. حلو السؤال. متابعين صدقوا انكم انتوا نار بتحطوا الناس تحت الامر الواقع. يارا معكي مايك. انا عارف الجواب يعني. شو الجواب؟ رايك؟ اندري. صح. كيف كنتوا يعني شو رايك انا اخترت اندري عنك؟
دوم دوم دوم. ما كنا نحكي انسك ما كنا كثير صح تمزحوا هي مشاهدنا دينا ما كثير من مشاهدنا مش مع بعض ما كنا نتعامل مع بعض او مثلا انا باجي مثلا الساعه 3 الفجر بكون بلشت الساعه 6 انت لسه تكوني هلا هلا انت على الساعه 6 اوكي او فانا مثلا بخلص بروح حلو فهي لسه فانتو يعني صحبتكم مثلا بعد بس في سين كثير حبيتها ما كانت بالسكريبت كانت لما مس فاتن عم تتبهدل من ابو ليان اوكي كنا هيك واقفين جنب بعض بعدين اجيت هيك مسكتك هاي صح عادوا كنتوا اخر شيء باي ذا واي حنونين شوي على بعض بس طلعت لا شعوري انه ما كنت بخطي فاتن لما مسكتي ايدي انه عشان رانيا كان المفروض تبكي بهذا المشهد ايوه فبتذكر لما مسكتي ايدي انه دينا عم تمسك ايد حد هلا ضعيف بس لسه عم تحاول انه فهمت عليكي تخبى وراه نايس لطيف عم زهقتي يعني زهقتي حبيبتي شكرا سلام لايك سبسكرايب يا جماعه سوري رام اتخلي هي الكمبيوتر تبعتك بدها تعمل جراس بتاكلها انا اكلت وين سوري من نص جراس نص لا اوه ستروبيريز اوكي انا في عندك هذا ممكن تعمل قلب حب مثلا طيب يا جماعه هيك بنكون خلصنا كل شيء يلا واخيرا خلصت بس قبل ما ندوق الكيكات في اخر سؤال لكم نسالكم اياه جاهزين شو جنسيتكم بحس الناس كثير عندها فضول تعرف من وين انتوا واعماركم صراحه كمان بحس لازم يعرفوا فاحكوا لنا انا عمري 19 ولدت بالسعوديه بس عشت بالكويت بس انا فلسطينيه اردنيه لا فلسطينيه ساكن بالاردن ذير يو ما شاء الله كنا عارفين اصلا ما حد يستغرب الان وجوانا اردن 24 اوكي ما شاء الله يا رب بيسك انت شوي عم تتعلم منها تكون شوي كريت وقتها اهلا وسهلا فيكم تنتين كثير انبسطت معكم بس هلا انا رح اكون حدا جدي جدا ورح احكي الصراحه برايي عن شكلهم وكمان عن طعمهم تمام؟ اوكي تفضلوا صبايا انا ما عم قطعتهم وشكله على الفاضي يعني حاسه انا بسمع عن هيك اوكي لما تطلعين هون في فيلم نيتف والله شايفه حلو الايديا راح اعطي رايي الصريح جدا بالتنين ورايي كالتالي انا بالنسبه لي كمنظر وككرياتيفيتي يارا حطت افرت اكثر بس صراحه مرات الواحد لما يعطي شوي زياده عن اللزوم بقلل من الكواليتي اوف كلمات جوهريه اسمعوني المهم فبالنسبة لي كطعم جوانا بتربح معنا لليوم صح فجوانا يلا شو مهتم بالصراحة كثير مهتم جوانا انها فاتت عم تدمر هون وهي النوم اوكي زاك صراحة زاك انت عشان هيك مش قادر توقفي طيب يارا احكي لنا رأيك انت وجوانا احكي لنا رأيك انت كمان انا خايفة ادوق تاعتي لا زاك زاكي اشياء انا جوا لا انا بشكل عام ما بحب الخبايز يعني بتقدر تسميها خبايز لا هذول تطلي وهيك بشكل عام والله ما احبه اوكي يعني حبيت تبعتك اكثر ويارا جوانا وينز كمان لا زاكي لا بس مسالمة جوانا بس منظرك منظر الكيك لطيف فازت اوكي هاي الكيك اللي بتفرجوها لكل حدا بعدين بتفرجوا المطبخ بعدين بتطعمهم هاي بالضبط طيب يا جماعة يارا وجوانا لساتهم عم بياكلوا فأنا عبي ما يخلصوا أكل بدي أحذركم الحذيرة تبعتنا لليوم حذيرة اليوم في واحد من الحلقات بمسلسل الروابي كان البنات عم بيلعبوا طابة وكل وحدة كان عليه على بلوزتها رقم معين فشو كان الرقم اللي على بلوزة يارا وشو كان الرقم اللي على بلوزة جوانا احكوا لي بالكومنتات لا تنسوا نفس الرقم كله كله نفس الرقم جد؟ اوكي اسهل الموضوع كله نفس الرقم فشو الرقم اللي كان على جرزايد او بلوزة كل بنت موجودة بهذيك الحلقة احكوا لنا في الكومنتات ولا تنسوا اهم اشي الايميل او الانستغرام تبعكم عشان نعرف نتواصل معكم طيب بنات انا كثير انبسطت معكم لليوم احنا كمان كثير كان زاكي اكلكم عادي ما فيها تكزمي يعني كان زاكي اكلكم انبسطت معكم ويعني مدرسة الروابي كان اشي كثير ناجح وكثير مبسوطة انه انتوا عملتوا هذا الاشي وفخورة ان هيك اشي طلع وانتوا هلا موجودين عندي وشكرا كثير ثانك يو
انبسطتوا؟ يس اكيد مبين واضح هي جوال ما بتعبر كثير عن مشاعرها فمش مشكله يارا شوي بتعبر زياده عن مشاعرها زي ما شفتوا بالبيك كل وحده وكيكتها صراحه عن جد كل وحده وكيكتها طلعت شخصيتها للعلم طيب يا جماعه بنحبكم كثير ونشوفكم بحلقه جديده من انا اسكا يلا باي.